لا الحقيقة أنا يعني ما أرى أن الكلام بالقول إنها كانت مفاجئة، لأنه كما قلت العلاقة نعم بين هؤلاء الحكام وبين شعوبهم لم تكن علاقة سوية، لم تأخذ المجرى الصحيح في لحظة من اللحظات، كانت باستمرار علاقة متوترة وكانت علاقة تصادم، وكان هناك عملية تراكمية. أنا بعتقد الانفجار الربيع العربي جاء نتيجة تراكمات، لأنه كما هو معروف أنك أنت الغليان يبدأ باختزان حرارة ثم حرارة ثم يبدأ الغليان ثم يبدأ الانفجار. فأنا أعتقد نفس الشيء، يعني لو أخذت مصر كبلد، حقيقة التي قادها مبارك في النهاية، حقيقة مصر لم تهدأ. لو أخذت نقابات المحامين، الأطباء، أخذت يعني مجال المهندسين، أخذت المياه، أخذت الأولاد، يعني عشرات بل مئات الحركات قامت تناهض النظام وتتصادم مع النظام وتعمل مشاكل وتعمل إضرابات. يعني أيضا سوريا لم تهدأ خلال منذ أن جاء البعث عام 63، عشرات الثورات قامت في سوريا. حقيقة أنا بعتقد الأوضاع باستمرار كانت مضطربة، لكن كانت اضطرابات يطفئها الحاكم بطريقة من الطرق، إما بالبطش إما بالالتفاف إما بالسجن، يعني بعشرات الوسائل كان يستخدم النظام لإنهاء هذه الأحوال. لكن هذه التراكمات أنا بعتقد جاء وقت من الأوقات بلغت أوجها وذروتها، فحدث الربيع العربي الذي كما نعلم بدأ من تونس ثم انتقل إلى مصر ثم انتقل إلى البلدان العربية الأخرى. إذا أنا أعتقد أنه في هناك عملية تراكمية، وهذه العملية التراكمية أدت إلى الانفجار النهائي، وكان في سبب رئيسي هو مثل ما قلنا التغريب من جهة، حرص هؤلاء نعم الحكام يعني على تغريب وأمركت المنطقة من جهة، والفساد أيضا رافق ذاك في النهاية، أنه يعني هؤلاء الحكام ليس فقط أنهم يعني مختلفون عن عموم الشعب وعموم الناس في هويتهم وفي أفكارهم وفي رؤاهم وفي أحلامهم، ليس هذا فحسب، إنما أيضا هناك فساد مستشري. يعني أصبح الحاكم من جهة وأبناؤه وطبقة من المستفيدين حوله هم الذين يعني هم السياسة وهم الإعلام وهم الثقافة وهم القرار وهم الأول وهم الآخر، يعني أصبحوا كل شيء. هذا نعم الحقيقة وضع لا يطاق. وأيضا زادوا في الطين بلة أن كل واحد منهم أراد أن يورث ابنه، فمعروف أنه حافظ الأسد عندما هلك جاءه يعني ورث ابنه بطريقة مخزية، طريقة مخزية، يعني حتى السن القانوني لم يكن قد بلغه حتى يكون رئيسا للجمهورية، بنفس اللحظة عدلوا الدستور وعدلوا. فأيضا كان مبارك يريد أن يورث ابنه، أيضا علي عبد الله صالح يريد، نعم يعني حقيقة مخازي أخرى أضيفت إلى المخازي السابقة من الفساد ومن الإفساد ونهب الأموال ونهب وإذلال الناس وعدم وجود أي، وبعدين أيضا الاستخذاء أمام أمريكا، الاستخذاء أمام إسرائيل، ليس هناك أي حسنة كانت لهم. فبالتالي يعني بلغت الأمور، الاحتقان بلغ ذروته، فقام الربيع طيب العربي. دكتور.